مرحبا بكم. شفتوا مكتوبه مرحبا مرحبا. لهنا فما مطعم يبيع خبز بزيت، انا مكتوب شفتوا. ومش نقعدوا حفنا وهنا نريدوا نسيبوا لو قاعد يعملوا طيب شو لهم وقاعد يعملوا بالمالو. لهنا مازال ما عندهمش انستلاسيون تاع غاز، كيما تشوفوا الورايا قاعد يطلع في الغاز على داره. هاك تشوف هنا في المنطقه دي كلها تبدل بنفس الغاز. فكرني بسيدي بسعيد خرط الكوشه وتصدمت بالحق. الكوشه كيفنا احنا بالضبط، عندنا كوشه قرويه في القروين، الخبز كيما هكا وين يحطوا فيها الخبز تفرج، والفول شوف الفول شفت الفول والميزان الميزان الخبز غادي امشي وريني الخبز، خليه يشوف العجينه وكيفاش يعملوا العجينه في الكوشه لهنا. الخبز ما شاء الله سيدي الفور هنا، هذه الماكينه اللي تعمل الخبز. انا خذينا البراج، عرفت البراج بتاع اللي تتباع مع سيترونات، عندهم هما زاد نفس الخبز ونفس المنتوجات. خضرة كتير حلوة، أجمل من مالطا أنا متأكدة، شفت كتير فيديوهات إلها. عسلامة ومرحبا بكم، إن شاء الله تكون بخير. أنا موجود قدام المدخل بتاع باب المدينة، البلاصة هذه اسمها مدينة، اسم عربي، قولوا عليه إيش اسم عربي، خاطر في فترة من الفترات المعينة في مالطا لنا كانوا العرب موجودين، الدولة الأغلبية بالتحديد. باهي باش نعمل بكم دورة في مدينة، لكن المرة هذه مش وحدي، تونس، عندنا سيرين. عسلامة. وعندنا صديقتنا من فلسطين. ألا تعرف انت قصة عدد الفلسطينيين وتوانسة؟ أكيد قصة حب من لا تنتهي. لا تنتهي. أول حاجة تلاحظها كي تدخل المدينة فما عندنا المدخل الأولاني، وبعد كينا فما جسر وفما الباب الكبير. الجسر هذا يتعدى فوق خندق كانوا عاملينه أكيد، يمكن كان فيه الماء قبل لحماية المدينة. الباب كما تشوف الباب لوح فيه باب صغير. المعروف لهنا في مالطا اللي حبوا يتمسوا برشا شوية الحضارة اللي خلوها المسلمين، يعني حتى في المعمار. لهنا أول ما تدخل ساعة تقع متحف لهنا موجود ومدافع، مدفع الأول لهنا، هذا مدفع الأول ومدفع ثاني مغادي. شوفوا السياح يتصوروا هاي. قلت لك فما بلاصة يتمنوا فيها الأمنيات، ترمي فلوس تتمنى أمنية. فلوس. شبع فلوس يعني ما نعرفش كيف نجموا تشوفوا لهنا في الباب مكتوب جيم اوف ثرونز. لهنا فخورين برشا في المدينه هذه اللي معناتها صوروا فيها جزء من المسلسل التاريخي المعروف الاول عالميا والمشهور جيم اوف ثرونز. الانطباع الاول اللي شفته على المدينه هذه اللي عندها نفس اللون، البني كله عنده نفس اللون، هو اللون الاصفر هذا شويه كيما لون معناتها كيما نقولوا صحراوي. البيبان هذوما يشبهوا البيبان تونس، اما مالوغوزمون ولا اوغوزمون اللي هما لاهين بهم، احنا في تونس مدينة العربي مش لاهين، معناتها قام متروكين. لاحظوا حتى بالحق الباب هذا باب قروي اصلا. المدينه العربي في القروين موجودين اصلا فيهم هذا المستطيل الفوقاني واللوتاني موجود لهنا. حاجه اخرى غريبه موجوده لحتى لهنا اللي شبابك البولار من برا واللوح من داخل، يعني بالعكس. طاقة البولار من برا واللوح من داخل اللي هو يسكر على الشباك. باب اخر شوفوا الحديد لهنا. بعد ما خرجت من الزنقه الاولى تو انا موجود في ساحه صغيره لهنا في المدينه القديمه، موجوده ساحه فيها الكراهب بتاع المتساكنين. الشارع هذا النهج هذا اسمه طريق المخازن. انا تو كنا موجود في طريق المخازن، وبالحق مخازن هذوما كانوا مخازن دبوات، شوف البني كبير. وتأكيد الكلام اللي قبل لك مكتوبه فيها لهنا جراج نيوز، ممنوع على الباركين قدامه، ماهوش جراج باش يحطوا فيه الكراهب، اما باش يخزنوا فيه سلاح اللي يدبوا. هذيا دار ديما يجيو يتصوروا فيها العباد. بعد الباب بتاع سيدي بوسعيد خرجت لهنا، وصلنا للساحه هذيا، ساحه فيها تقريبا كنافوره لهنا في الوسط، فما غادي حانوت يبيع في الكلاس مزيان على الاخر، داير بيه الورد. لاحظ الورد، الورد هذا موجود راه في تونس عندنا في البلايص الكل. صديقتنا الفلسطينيه ديما نعملوا لها في تيست بتاع لغه، انا باش نعمل لها تيست توكينا على تونس. اعطيني معلومات على تونس. تونس الخضراء كثير حلوه، اجمل من مالطا انا متاكده، شفت كثير فيديوهات الها. سيدي بوسعيد
حمامات، صفاقس، فيها كتير أماكن حلوة بس مش مذكرة كل أسماءها. في عندكم مدرج أحلى من الكولوسيوم الجامع ولا يوم الجامع؟ للأسف يعني إن شاء الله يوما ما رح أزوره. بعرف عن الشيشية. دونك حاجه اخرى المالتيين يشبوا فيها برشا في التوينسا اللي هو كيقولوا لهم نو باركينج، هما يجيو يحطوا الكراهب نتاعهم. لاحظتوش لهنا حاجه موجوده بالحق في البيبي اللي هي كلها مدهونه جديده ولاهين بها، باين حبكم تركزوا برشا خاطر الحاجه هذه موجوده زاده في البلاد العربي في القروان. قبل اذا حبوا عرس الواحد يتسلفوا حيط من الجار وحيط من الجار الاخر يعني، ويعملوا بيت في وسط الشارع، الشارع والبيت هذيك يعرسوا فيها لولدهم. بي انا موجود في ساحه وموجود فيها كنيسه كبيره، يذولي اكبر كنيسه موجوده لهنا، ما تلقاش جوع بالطبيعه خاطر يذولي فما جامعه بركه في مالطا. لهنا المالطيين يعني والمسيحيين حاولوا يطمسوا كل الاثار اللي خلاها المسلمين. كان لاحظوا حاجه اخرى، فما مقاله فيها وقت صحيح ومقاله فيها وقت غلط، حسب ما يعتقدوا هما حاطين مقاله فيها وقت غلط باش يغلطوا الشيطان، لا عالم كيفاش باش يغلطوا. المقاله اللي على اليسار بالطبيعه فيها الوقت الغلط اللي باش يغلطوا فيه الشيطان، والمقاله اللي على اليمين فيها الوقت الصحيح. في المدينه هوني كانوا قبل ديما هذوما الريتشوسي تلقى يسكنوا فيهم الخدام نتاع الدار، العساس اللي هو دونك قعد ديما العبيد يعملوا المشاريع توا لهنا ويسكنوا الفوق، اللي الفوق هما اللي اغنى اللي احسن اللي عندهم برستيج اكثر. بهذا مطعم يبيع في الكسكروتات، الكسكروت لهنا يعيطوا له فطيره. دونك احنا كنا توا في المدينه توا باش نمشيو للرباط نتاعهم، ويشبه برشا لتونس هكا لونها جا الكل اكثر الوان اشب شويه الحقيقه. شوف الباب هذا عاملين كل بلار مزيانه برشا، اول مره نشوفها الحكايه هذه. ايش رايكم في الزنقه؟ مزيانه. لاحظتوش قداش نظيفة؟ فماش لا زبلة مطيشة على اليمين، لا زبلة مطيشة على اليسار، ولا مرمى محلولة. يا سيدي بلاكة أخرى مكتوبة طريق لسبيطار، معناتها طريق السبيطار موجود هنا، كان نمشي من هنا نلقى سبيطار. هاك تشوف سبيطار مش في بالي كلمة تونسية بحتة ولا كلمة جاية من اللغة الفرنسية، أما طلعت الفلسطينية يستعملوا فيها في فلسطين زادة، قالت لي جدتي تستعمل في كلمة سبيطار. سبيطار كلمة موجودة كمان بفلسطين من أيام الانتداب البريطاني، وهلا عرفت كمان انه موجوده بتونس، فطريق لسبيطار.